كيف دوزتوا نهاركم بخير؟ هكا كيبقاو يديروا لي كيعقدوني. قالت لي انا غادي ندير اليوتيوب ونفسك اختي غادي ديري اليوتيوب ديك الساعه غادي نبدا انا غنعاود لهم قصتي قصه حياتي شنو طاري ليا شنو واقع ليا شنو العذاب اللي كنتعلم نعطي للدريات النصائح باش ما يوقع اللي كتعجبني بزاف شوف العودة في الشوطي غير كتجري ناري زعما البنات الله يتعالى شنو كيطلل عليا السلام عليكم غنقول لكم واش غنقول لكم نحيها مال تختار مهم هانتوما معانا في هذا النهار الزوين الجميل هبه يلا هبه يلا غادي نهبطوا لتحت يلا هذا الله هذا الله اللي بغى يخرج معاه الدراري الصغار مهم هانتوما معانا واحد المنظر كيحمق منظر واعر البنات دابا البنات غادي نهبطوا باش نركبوا على الخيل وها نتوما معانا ماشي هيتكم يا البنات هاد المنظر الغزال مع الشمس ضاربه فيا يا منظر زوين خا تكون مقلقه خضبانه كتحس بحد الراحه النفسيه خاولاتي باغا دير اليوتيوب غادير لكم مواضيع اجتماعيه كتخص البنات بزاف الا دارتها راه غادي نبارطاجي معكم لاشين ديالها ياك خاوله ان شاء الله خير غادي نهضر على على مواضيع خاصة هانتوما البنات دابا جينا هانتوما البنات جينا باش نركبو على الخيل انا راه كنخاف انا كيعجبني ولكن راه واحد الخوافة عندك هو والجمل كنخاف بزاف مي هانتوما معايا المهم الدنيا عامرة كاين العائلات وداكشي منقولش ليكم البنات مشينا للخيل ولكن ما قديتش انا زعما الدور وهداك الشيء ما قديتش كنخاف البنات المهم طلع درت غير تصاورات وهبطت البنات صحاباتي والبنات الصغار كلشي طلع ضربوا دويره بالخيل الا انا عندي فوبيا من الخيل ومن الجمل والحمد لله انني بعدا قديت انني نطلع ندير غير تصاورات هادشي اللي كاين البنات المهم احنا في هذا النهار الزوين دار كلشي كيغوت الدراري كيغوتو الحيوانات كيغوتو كل مهم غزالتي البنات ايوا من بعد دريم فيلاج جينا للبحر نسقيو عويناتنا شويه توحشنا البحر المهم انتوما معانا صراحة هذا النهار نهار طوب نهار زوين نهار بوغوس انتوما معانا
الجميل هذا النهار الزوين صراحه صراحه فججنا والله الا الصراحه. نبدلو غير الروتين شويه ديال الخدمه وديال الدار. ايوا هانتوما معانا دابا غادي نمشيو كاين غا طحن دابا غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو فين غادي نجلسو نتغداو وهانتوما معانا. ما تغديناش في دريم فيلاج ما بغيناش. ايوا هانتوما معانا هذا النهار الزوين. المهم البنات جينا لليليز اللي كاينه في شارع عجيش الملكي، ولكن ممنوع اننا زعما نجلسو ناكلو داكشي، غير نكومونديو وناكلو على برا. صافي قلنا غادي نكومونديو ونمشيو ناكلو على البحر، ولا ناكلو زعما فشي بلاصه هكا في البحر ولا ولا فشي بلاصه. المهم الله يرفع لنا هاد الوباء وصافي والله. ايوا البنات حنا دابا عاد خرجنا خدينا الماكله ديالتنا، ودابا غادي نمشيو نشوفو شي بلاصه زوينه بحالكم الفنات ديالي. صراحه البنات والله الا الجو غزال وزوين، انا كنت خايفه زعما الا يكون برد ساعة ما نقولش ليكم. في الصباح ماما مسكينه قالت لي شوفي دي معاك الجاكيطه، دي معاك هادي، دي معاك هادي. والله الا عاد تجيب معايا الجاكيطه ما لبستها غير في الصباح مع خرجنا بكري. اما تبارك الله النهار كامل صراحه الجو مشمش، صراحه الجو مشمش البنات، و زعما ما حسينا لا برد لا حتى حاجه، كاين زعما شميشه وكل شيء، الجو غزال. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ها نتوما معانا في هذا اليوم الجميل. المهم غزالتي الفنات دابا جينا هنا مونيكا من البحر للبحر، مع ما كاينش تما ما يمكنش انا ناكلو تما. كاين صافي قلت البنات ناخذو هذا هذا الماكله ديالنا ونمشيو. نعم ما طاتش صافي قلت لهم نمشيو نرجعو للبحر وناكلو سماكين من هاني نتمنضرو نسقو عيناتنا وهادشي اللي كاين. المهم هانتوما معانا. عطاتش شكون بحالي كيف ما الناس اللي متبعيني من الاول عارفين بان انا كنحمق على شي حاجه سميتها البحر. اليوم وين نمشيو للبحر وناكلو في البحر. المهم انتم معانا تسقوا عيناتكم. جينا قدام هذا المنظر الزوين البنات، حيت ما كتجيش في راسنا وجلسنا كناكلو. خدينا لي ساندويتش ديالنا وواحد اخر التاكوس بيتزا هذا، وجينا ناكلو هنايا الشميشه. صباح الخير وصباح النور عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا النهار الثاني. البارح البنات ما قديتش انني نكمل معكم لا فيديو، جيت عيانه الصراحه، غير جيت جبت على بواحد النعسه. المهم يلاه فقط دابا اختكم راه مكبطه الضربين ديال البنات، ما نقولش لكم اصلا اليوم محرك واحد البرد عجيب يا سلام. المهم البنات جيت نختم معكم لا فيديو ونعطيكم معلومات على دريم فيلاج. بزاف الناس في الانستغرام عجبهم وكي يسولوني فين كاين بشحال الدخله بشحال هذا. المهم البنات دريم فيلاج هي واحد قريه الاحلام اللي فيها لي زانيمو، بالنسبه اللي عنده ولادات صغار وباغي يدي ولاداته لحديقه الحيوانات فيهم لي زانيمو زوينين البنات. وبالنسبه للبارك دي جو مسدود مع دابا هادشي ديال الكوفيد وهادشي سادينو. بالنسبة للناس اللي كيعجبهم انهم يركبوا على الخيل وكيعجبهم الخيل كاين يعني بلاصة الخيل، وفي الصيف البنات كيكون بيسين كيكون بزاف الحوايج زوينين فيه. المهم الدخله البنات ب 35 درهم، وهاد دريم فيلاج جا في المجدبة في الخرجة ديال المحمدية. غادي نحاول البنات نخلي لكم الكونت انستغرام ديالهم لتحت في صندوق الوصف، اللي بغى راه يقدر انه يتصل بيهم ويدخل شوف لاباج ديالهم انستغرام. عندهم داكشي صراحه زوين وغزال، والصراحه البنات فوجنا خرجنا ضحكنا بدلنا الجو الصراحه، وحتى المنظر والطبيعه يعني كتريحك نفسانيا
ودوزنا واحد لا جورني زوينه. بالنسبه للناس ما تغديناش الشمال، كي تغدينا حنا على برا شحال هذا كانت كانوا كيديروا، كان مطعم خاص ديال الحوت وهذا، ولكن دابا سادين هذا الريستورون سادين وداك الشيء كيصلحوا. صافي حنا مشينا خدينا على برا ومشينا مشينا كلينا على البحر. واحد انا كنحماق على البحر البنات، ما كنكرهش نبقى غير جالسه تماك. كانت واحد صاحبة ماما عندها كابانو على البحر، ما كاينش كنحيد من عندها من الدار بقوه، عرفتي كنبقى جالسه كنصد الناس تماك سبحان الله العظيم. والمهم البنات كانت هذا هو النهار ديالنا، وكنتمنى ان لا فيديو عجبكم، وكنتمنى منكم يا البنات بارطاجيو لا شين ديالي، اللي بقى ما شاركش شارك عندي في القناة. وشكرا لكم بزاف، ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، مرحبا بكم البنات، شرفتوني ونورتوني اللي خطيكم عليا. وكنتمنى من هذا الفيديو هذا يعجبكم، وكيف ما قلت لكم غادي نخليكم باج فيسبوك وباج في انستغرام ديالهم في صندوق الوصف، كاين اللي بغى يبغي يدي وليداتو، كاين بزاف الناس في الواتساب انا كنت حاطه لي ستوري ديالي وداك الشيء، بزاف الناس كيسولوا هذاك الشيء غادي نخلي لكم، باش اللي بغات تمشي تفوج وتبدل الجو تبدل لا روتين ديالها. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وتهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.